السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. ان شاء الله هنبدأ النهاردة، هنعمل شال بخيط رمش العين. والخيط ده انا اول مرة برضو اشتغل بيه، اشتغلت بخيط اسمه كوالا، عملت بيه جاكيت بناتي قط جميل جدا موجود على القناة. ده رمش العين بس المصري، في المستورد وفي المصري. انا بصراحة جبت المصري، قلت اجرب، يعني دي اول تجربه ليا معاكم. ان شاء الله هعمل بيه ايه؟ هعمل بيه شال بقى. كل سنه طيبين، الشتاء داخل على الابواب، فقلت اجربه في ايه، في شال. فهنعمل ايه؟ هنمسكه كده ونعمل عقده البدايه بتاعتنا العاديه اهو. اهم حاجه بقى في خيط رمش العين ده، عرفت ان لازم عشان تستخدميه وما تغلطيش فيه تستخدمي إبرة كبيرة واسعة. يعني أنا هستخدم معاها إبرة رقم 8، تمام. عملت عقدة البداية. الشال بتاعي أنا عايزة الطول بتاعه، اللهم صل على النبي، 160، والعرض هيكون اللهم صل على النبي 42 سنتي. فأنا هبدأ أعمل سلاسل وهقولك ازاي تشتغلي متتلخبطيش. حاولي ان السلسله تبقى واسعه. بصوا، برفع الابره لفوق شويه، مش بضيق اهو. 2 واسحب، 3 4 5 6 7 8. لازم ابره واسعه عشان الشعر بعد كده هيطلع، ما تقلقيش، شكله هيبقى جميل جدا في الاخر. هنفضل نعمل عدد من السلاسل بايه؟ بطول الشال اللي احنا عايزينه. خلاص، يبقى انا هشتغل عدد سلاسل بطول الشال اللي احنا عايزينه. هفضل اعمل في سلاسل كده لحد ما اوصل للطول اللي انا عايزاه اهو. هخلص السلاسل بتاعتي وارجع لكم. انا حبايبي عملت سلاسل، بس رجعت في كلامي، مش هشتغل على طول الشال، لا، ده العرض، وافضل شغاله وماشيه وماشيه لحد ما اوصل للطول اللي انا عايزاه. طيب، انا قستهم بالمزوره لقيته 42 سنتي، هو هيفرد معايا كمان اكتر. انت عايزاه 42 سنتي، ممكن تعمليه لحد 39 سنتي، سلاسل بطول 39، انما انا عادي، انا حابه ان هو يبقى العرض اكتر كمان. طيب، هرتفع سلسلتين كده ارتفاع، تمام. هلف لفة على الإبرة وهاجي اهو. بصوا بإيدك بقى، ده بقى يعني الشغل بتاع رمش العين دوت، يعني التركيز الوحيد فيه ان انت بالملمس. يعني لو حاطة ايدي كده حاسة بالغرزة اهي، فهدخل فيها واسحب الخيط واعمل غرزة عمود بلفة، ان انا الف واطلع من حلقتين، ها، والف واطلع من حلقتين كمان. خلاص اهو، هلف تاني، هروح للغرزه اللي بعدها. على فكره باينه، والله ما تقلقوش باينه. اسحب والف الخيط واطلع من حلقتين، في حلقتين تاني اللي بعدها اهي، مش عارفه هي باينه لكم ولا لا. هلف لفه على الخيط وادخل فيها اهو. عشان كده بنقول نشتغل بابره كبيره، هتساعدنا ان احنا نشوف الغرز اهو. انا طلعت من 3 حلقات اهو، حلقتين كمان. بصوا الشكل اهو، تاني هلف لفة على الابرة. بصوا يا جماعة اهو، العمود طالع في الحتة دي، يبقى هي الغرزة اللي عليها الدور. بصوا اهي الغرزة اللي عليها الدور اهي، بدخل فيها واسحب معايا 3 حلقات، بلف واطلع من 2 والف واطلع من 2. هو زي ما قلت لكم قايم، او اهم حاجه فيه ان انت تحسي بايدك الغرزه. العمود اهو طالع من هنا، يبقى الغرزه اللي عليها الدوره اهي، الغرزه اللي عليها الدوره اهي. هلف لفه على الابر وادخل في الغرزه واسحب واطلع من حلقتين، معايا حلقتين على الابره، هلف واطلع من حلقتين تاني، هلف لفه على الابر، اروح بصوا اهي، ادخل على اللي بعدها واسحب الخيط والف لفه على الابره واسحب واطلع من حلقتين والف واطلع
من حلقتين. بصوا لما نيجي بقى للسطر التاني باين بقى، ادي عمود ادي اتنين، تحطي ايدك كده تلاقي الاعمدة اللي انت عاملاها. تمام، هخلص انا السطر ده وارجع لكم. بصوا حبايبي، انا بعد ما اشتغلت السطر الاولاني عايزه اقول لكم ان شاء الله النتيجه هتبقى مبهره، جربوه وعلى ضمانتي هتلاقوا حاجه جميله جدا في الاخر. شال وممكن تشتريه غالي جدا، تبقي حاجه عملتيها بايديكي. انا زي ما قلت لكم كنت عامله سلاسل بطول 42 سنتي، بعد ما اشتغلتها وقستهم بالمزوره لقيت زي ما هم الطول 42 سنتي. يعني يا جماعه ال 42 بالظبط بالظبط، اللي حابب يوصل ل 42 سنتي يعمل سلاسل بطول 42 سنتي، ده العرض بتاع الشال. هنفضل بقى نرتفع بالاسطر ونمشي بالطول لحد ما نوصل للطول بتاعنا بقى حسب طولك، 160 150 170 اللي انت عايزاه. طيب احنا هنا وصلنا لاخر غرزه. يا جماعه ما تخافوش والله الموضوع سهل جدا. ارتفع واحد اتنين تلاتة والف الشغل معايا. تمام، هلف لفة على الابرة. بصوا بقى اهو دي سلاسل الارتفاع الاولانية اهي، بصوا في فرق ما بينهم. العمود التاني اهو هروح داخلة في الراس بتاعته من فوق، والله واضحة جدا، هي مش باينة في التصوير بس بايدك هتحسيها. وتلفي لفة العمود اللي وراه اهو، اهو ده العمود اللي انا عملته، العمود اللي وراه اهو الراس بتاعته فوق اهو، هدخل في الحلقتين واسحب واعمل اطلع من حلقتين والف واطلع من حلقتين تاني، لف على الابره. العمود اللي بعده اهو، بصوا اهو في النص اهو، شايفين معايا الراس بتاعته فوقيه، الحلقتين بتوعه اهم، هدخل فيهم واسحب الخيط معايا ثلاث حلقات على الابره، هلف واطلع من حلقتين طبعا العمود بلف، والف واطلع من حلقتين. والله والله الموضوع سهل جدا وبسيط، جربوه وعلى ضمانتي. والمصري حلو والله، والفرق بس ان التاني ملمسه انعم شويه، بس طبعا لازم نشجع المنتج المحلي بتاعنا وهو جميل بصراحه يعني. وبرده هبقى اجيب لكم مستورد عشان نعمل مقارنه ما بين النوعين. خلاص يبقى انا همشي بالطريقه دي يا جماعه، ما تخافوش، واضح وجميل وسهل وما فيهوش اي حاجه، والموضوع ممتع كمان في الشغل. هخلص لحد ما اوصل للطول اللي انا عايزاه واوريكم الفينش والشكل في النهايه عامل ازاي.